الرئيس السيسي في تصريح عايز أقابل ربنا وهو فرحان بيا، وبيان ناري من الرئيس السيسي عما يحدث في سوريا الآن، وتفاصيل قيام الرئيس السيسي بتعيين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة، وننشر تفاصيل منح البنك الدولي قرضا جديدا لمصر، ونكشف تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، وتفاصيل قيام كلوب مدرب نادي ليفربول بتقديم نصيحة لصلاح بالانتقال لفريق عريق ويحذره من ريال مدريد. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، زي ما متعودين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وهتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. والرئيس السيسي في تصريح عايز أقابل ربنا وهو فرحان بيا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدعو الله. وخلال مقطع الفيديو وجه الرئيس السيسي كلمته للمواطنين: إذا كنت تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتأدب بأدبه. وأظهر مقطع الفيديو بعض كلمات للرئيس السيسي قائلا: والله ربنا مطلع علي، والله 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 حقي هغدو عند ربنا لأنه المطلع واللي شايف، ومش بخاف إلا من ربنا، وعايز أقابل ربنا وهو راضي عني وهو فرحان بيا. وتابع الرئيس السيسي قائلا: المكان اللي تجلى فيه المولى عز وجل مش موجود في مكان في الكرة الأرضية كلها غير مصر، وده شرف كبير قوي، وطول ما ربنا معانا حامي البلد دي. وأضاف الرئيس السيسي: يا رب يمكن ما يكونش ليا خاطر عندك، بس استحلفك بخواطر من لهم خاطر عندك أن تهدينا وترحمنا وتكرمنا وتنصرنا وتعطف علينا. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. ربنا يحفظ يا رب الرئيس السيسي ويوفقه إن شاء الله في جميع أعماله. إن شاء الله مصر هتكون في حتة تانية جميلة بإذن الله، وكلنا نفتخر ونفضل نفتخر بمصر لحد ما نموت. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان ناري من الرئيس السيسي عن ما يحدث في سوريا الآن. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يرفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع في سوريا. وتابع الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس: ناقشنا الأزمة السورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لتسوية سلمية على أساس إعلان جنيف ومجلس الأمن رقم 2254، ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى فرض الأمر الواقع سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قصرية هناك. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021، بما يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على الالتزام بمقررات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع العناصر المرتزقة وقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى. أضاف الرئيس السيسي أنه ناقش خلال الاجتماع الحرص على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مصدر معانا كان من الوطن. نتمنى إن شاء الله الخير لجميع الشعوب العربية، وأهمهم سوريا والعراق وليبيا والشعب الفلسطيني الشقيق. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وتفاصيل قيام الرئيس السيسي بتعيين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة.
عين الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية، وتولى الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الجماعات المتطرفة وتنمية سيناء. وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى رئيس أركان حرب قوات المسلحة جديد سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني وقائدا للجيش الثالث الميداني. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي خبر صار نكشف تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد. أعلن مصدر طبي بمستشفى وادي النيل في مصر خروج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بعد تحسن الحالة الصحية لها. أضاف المصدر المطلع أن وزيرة الصحة تحسنت حالتها الصحية بعد الإفاقة وتحسن مستوى ضغط الدم الذي كان مرتفعا وتسبب في فقدها للوعي على مدار يوم كامل. وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعرضت لأزمة قلبية تم بسببها نقلها للمستشفى، وأجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في مستشفى وادي النيل تحت إشراف الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر تفاصيل منح البنك الدولي قرضا جديدا لمصر. وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على قرض بقيمة 360 مليون دولار لمصر لمشاريع تنموية. بيهدف القرض لتمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي الاقتصادي بعد الوباء. وقال البنك في بيان لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل موازن لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة للإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات. مصدر معانا كامل رويترز. نتمنى إن شاء الله الخير لمصر ولجميع المصريين، وبإذن الله مصر تكون أفضل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل قيام كلوب بتقديم نصيحة لصلاح بالانتقال لفريق عريق ويحذره من ريال مدريد. ذكرت تقارير إعلامية أن مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب قدم نصيحة لنجم فريقه المصري محمد صلاح بشأن مستقبله في حال قرر الرحيل عن الريدز، وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2023. ومع توقف محادثات التجديد بين اللاعب وناديه الحالي، تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن وجهة صلاح المحتملة في حال رحيله عن ليفربول، والتي قد تكون ريال مدريد أو برشلونة. صحيفة إل ناشيونال الإسبانية كشفت في تقرير لها أن كلوب أبلغ صلاح رأيه بشأن وجهته المقبلة حال قرر عدم التجديد للريدز. ووفقا للمصدر، فقد نصح كلوب لاعبه المصري بالانتقال لبرشلونة لأنه سيكون النجم الأول للفريق بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، على عكس الانتقال لريال مدريد حيث سيحارب لخطف الأضواء من الفرنسي كريم بنزيما وربما أيضا من مواطنه كيليان مبابي المرشح انضمامه للفريق الملكي الصيف المقبل أيضا. ونشرت أنباء مؤخرا عن رغبة صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا من أجل تجديد عقده في الأنفيلد، وهو ما لم يستجب له ليفربول حتى الآن. ويقدم صلاح 29 سنة أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية هذا الموسم، فقد سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف
بعد مرور 9 جولات فقط. وحقق الفرعون المصري نهاية الأسبوع الماضي إنجازا تاريخيا بانفراده بصدارة ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده ل 107 أهداف متقدما على أسطورة تشيلسي المهاجم المعتزل دروغبا صاحب 104 هدف. ويوجد صلاح ضمن قائمة 30 لاعبا رشحتهم مجلة فرانس فوتبول للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، علما بأن التصويت أغلق مساء الأحد الماضي، ويعتبر صلاح مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة المرموقة 6 مرات والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينو من أبرز المرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا العام. وسيكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية في باريس في 29 من نوفمبر المقبل. نتمنى إن شاء الله يعني فوز النجم المصري محمد صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية بإذن الله. ننتقل لخبر آخر معنا، والرئيس السيسي يفاجئ على الهواء مباشرة طفلا حافظا للقرآن، وهذا ما قاله له. فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطفل أحمد تامر حافظ القرآن الكريم باتصال هاتفي على الهواء مباشرة وشيد بإنجازه. وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية على قناة MBC مصر خلال استضافة الطفل تامر: أستأذن والدك الحضور في أول افتتاح مشروع لتكون الشيخ بتاعنا وتتلو ما تيسر من القرآن. وأضاف: أنا زي جدك وأهنئك على حفظ القرآن الكريم وهو أقدس وأكرم كلام. المصدر معانا كان من RT. طبعا شيء جميل لما رئيس الجمهورية يتصل بطفل حافظ للقرآن ويشجعه ويقول له لا احنا عاوزينك معانا في افتتاح المشروع القادم عشان يعني تتلو علينا ما تيسر من القرآن. وطبعا لما طفل يكون حافظ القرآن ده شيء جميل جدا، ربنا يحفظه يا رب ويوفقه ويبعد عنه اي اذى باذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ان شاء الله. ان شاء الله اشوف حضراتكم في فيديو جديد وقادم باذن الله، وكان معكم اسلام الامير وايضا ابانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي لانه بيتعب معنا جدا. ولو وصلت لنهاية الفيديو يعني ما تنساش تعمل متابعة والضغط على زرار المتابعة الازرق فوق الفيديو لو انت على الفيسبوك، ولو على اليوتيوب تضغط على زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو عشان ان شاء الله تجيلك اهم الاخبار. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.